مع التمرين الاخير في هذا الامتحان هذا هو ليكزرسيس 3، دونك قالوا لينا نقدروا نخدموه الغوريثميك ولا ببروغرام بيتون. انا هنا غادي نحاول نعطيكم التصحيح على شكل الغوريثم. السؤال الاول قالنا ديفينير واحد لا فونكسيون كي روتور لو بلو غران نومبر اونتر دو نومبر ريال. دونك هنا في الالغوريثم ديالنا غادي نصاوب واحد لا فونكسيون نسميوها مثلا ماكس، كتاخذ جوج ديال الاعداد ريال. دونك العدد الاول سميتو اكس والثاني ايغريك، وغادي ترتوني ليا واحد فيهم اولا الكبير فيهم. دونك هنا غادي نقدر نجي ديريكتومون ندير ديبي نقول سي اكس صغر من ايغريك. الوغ هنا شكون هو الكبير؟ الكبير هو ايغريك. دونك غندير ماكس غتعطيني y هي لا فالور دو روتو، سينو ماكس غادي تعطيني x اللي غيكون هو الكبير اولا غيكونوا مساويين. نطرد ليا واحد فيهم هنا ما دوش لينا على الحاله ديال التساوي فانسي ف فوالا. دونك هادي هي لا فونكسيون اللي طلبات. بالنسبه للسؤال الثاني قالوا لنا غادي نصاوب واحد لا فونكسيون اولا غنستخدموا هاد لا فونكسيون صوبنا باش نلقاو لو بلو غران نومبر اونتر 10 ديال الاعداد عطانا ليوتيليزاتور. دونك حنا هنا بحال كنقلبوا على الماكسيموم ديال 10 ديال الاعداد اللي عطاهم لينا ليوتيليزاتور ولكن باستخدام هاد لا فونكسيون. دونك غندير هنا فاريال ان، هذا هو الاعداد كل مره غادي نقراهم، وغنحتاج الاي اللي غتحسب ليا دونك اللي هي يعني الكونتور باش يحسب ليا انني خدمت على 10. نديرو بور اي الون دو 0 ا 9 اولا من صفر من 1 ل 10، المهم باش نحسبو 10 دورات. فير اكريير هنا نطلبو عدد غادي نقراوه ان، وفي نفس الوقت غادي نحاولو نسوفكارديوه يعني ونتيستيوه، يعني حنا ما غنخبيوش في طابلو عاد نتيستيوه. غادي نجي ندير الحاله البدئيه دوني ان نومبر غنسوفكاردي هذا هو العدد هنا نديكلاري واحد ماكس بلو كرو. في المره الاولى العدد الاول اللي غيدخل غنعطيه هو الحاله البدئيه يعني غنعتبره هو العدد الكبير حيت هو اللي عندي، وغادي ندخل نخدم على 8 الاخرين اللي بقاو ليا. دونك هنا نقدر باش تجي باينه على 9 الاخرين اللي بقاو ليا نقدر ندير من 1 حتى ل 9. هنا عندي 9 ديال الاعداد وديجا العاشر ها هو قريته بوحدو. هنا ملي كنقول ليه يعطيه ليا كنقراه نخبيه في ان، وخاصني نشوف شكون الكبير فيهم. دونك الكبير فيهم غادي باش نقدر نشوفها نقدر نابليكي غير سي، ولكن هما قال لي استخدم لا فونكسيون. دونك لا فونكسيون غنعطيها نقول لها عافاك شوفي ليا شكون الكبير ما بين هاد بلو كرون وما بين هذاك الان. هي غادي تشوف وغادي تعطيني نتيجه، هذيك النتيجه خصني نخبيها انا في بلو كرون. يعني دائما كنجددوا هذاك لو بلو كرون كنحطوا فيه الماكسيموم بينه وبين هذاك العدد ان جديد اللي يلاه دخل، وهذا الشيء غيبقى كيتعاود 9 ديال المرات. فوالا دونك هادشي اللي كاين، هذا هو التمرين كما طلب هنا في هذا الامتحان.